من بتوقيت مصر، وفيها عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر يتجاوز 90,000 إصابة. ورئيس الوزراء يعلن عن إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وعفو رئاسي عن أكثر من 2000 سجين لمناسبة عيد الأضحى. تابعونا. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن حزمة من الإجراءات المرتبطة بترشيد استهلاك المياه، تتضمن التوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه على أن يتم تركيبها في كل الوحدات السكنية الجديدة. ودعا رئيس الوزراء للعمل على تغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه، وكذلك عقوبات استخدام الوصلات غير الشرعية. كما أشار مدبولي إلى أنه سيجري التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، والتوسع أيضا في محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي واستخدامها في الأغراض المخصصة لذلك، بما يلبي الاحتياجات المتعلقة بالتوسع العمراني والزيادة السكانية. جاء ذلك في اجتماع حضره وزراء الري والإسكان والزراعة، وشمل التوافق على استصلاح مساحات من الأراضي في شمال ووسط سيناء. ولفت رئيس الوزراء إلى اعتماد 4 مليارات جنيه بصفة مبدئية لمشروع تبطين الترع الذي سيسهم في توفير كميات المياه بهدف زيادة الرقعة الزراعية. حول هذه الإجراءات وهذه التصريحات نرحب عبر الهاتف من القاهرة بالدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. دكتور عباس أهلا بك. يمكن كان منطقي وطبيعي ومتوقع أن مصر تبدأ تشرع في محاولات الاستفادة القصوى من المياه وزيادة حصتها من المياه، لكن ربما أو إلى أي مدى الأزمة الحالية حول سد النهضة ساهمت في الإسراع بذلك؟ أولا مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بك. بالنسبة للمياه في مصر، إحنا للأسف عندنا حصة مائية ثابتة بقالها 50 سنة. يعني إحنا إن شاء الله الشهور القادمة سوف نحتفل باليوبيل الذهبي للسد العالي. من أول ما بنينا السد العالي إلى الآن الحصة ثابتة، وكنا عدد سكان 25 مليون نسمة، الآن نحن تخطينا 100 مليون نسمة. وبالتالي هناك تحديات كبيرة جدا بصرف النظر بقى سد النهضة أو غيره. إحنا عندنا حصة ثابتة وعدد سكان متزايد يوميا. وبالتالي هنا في هذا التحدي نابع فيه إن عايزين نوفر احتياجات الإنسان المصري بنفس كمية المياه. عايزين من هذه المياه في إنتاج غذائي، وفي مياه للصناعة، وفي مياه للاستخدام المنزلي. وبالتالي احنا الاستهلاك الأكبر من المياه من حصة مصر المائية بيروح للزراعة. يعني كنا 85%، دلوقتي يمكن قلت شوية عن 85%، لكن ما زالت فوق 80%. هذه كمية تعتبر كبيرة للغاية، يجب الترشيد فيها. عايزين الزراعة يبقى حوالي 60% فقط، والباقي لان الصناعه يبقى لها نصيب. والصناعه مهمه جدا، لان الدخل الصناعي او العائد من الصناعه ده بيبقى كبير غير العائد من الزراعه. فاذا التحديات الحاليه زي ما بقول لحضرتك بصرف النظر عن سد النهضه وقبل سد النهضه احنا ماشيين فيها، احنا عايزين نستفيد من قبل سد النهضه من اي من غير اي نقصان في الحصه المائيه. مصر اصلا تحت خط الفقر المائي، فبالتالي الطبيعي ان يكون هناك سعي للاستفاده القصوى من كميه المياه حتى بصرف النظر عن الكميات اللي قد تنقص بعد ذلك عن سد النهضه. بالضبط. يعني لما قلنا الحصه 55.5 مليار، ولو اضفنا ليها حوالي مليار متر من الامطار الخفيفه اللي بتسقط على السواحل، يبقى 56.5 مليار على 100 مليون، يعني معناها ان الفرد نصيبه 560 متر. المفروض يبقى 1000 متر، يعني احنا تقريبا اعلى من النصف قليلا. فاذا الفرق كبير. بنعوضه بقى ازاي هذا الفرق؟ بنعوض نصف الفرق ده بنعوض باستخدام المياه مره اخرى، اعاده استخدام المياه من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، بنعمل معالجه، والنصف الاخر بنستورده. يعني احنا العجز يعتبر 50% من المياه اللي مصر محتاجاها. ال 25% بنستورده يعني ايه؟ بنستورد غذاء. الغذاء يعني بالزبط. القمح ده لو كان عندنا المياه كنا زرعنا القمح في مصر، وكنا زرعنا بقيه المحاصيل اللي احنا بنستوردها زي مثلا الفول او يعني بعض البقوليات وغيره. هذه المحاصيل ليه احنا بنستوردها رغم ان الارض متوفره في مصر؟
لكن ما فيش مياه كافية، فبنضطر احنا بنزرع في حصتنا ونعيد استخدام المياه مرة أخرى يعني بحوالي 25-30%، والمتبقي 25% الأخرى دي بنضطر إن احنا لازم نستورد محاصيلها من الخارج. فاحنا عشان نعظم الاستفادة من المياه في مصر، أولا في النشاط الزراعي بما أنه بيستهلك نسبة كبيرة من المياه، فبنعمل إعادة استخدام، بنحاول نستنبط أصناف زراعية يعني تستهلك مياه أقل وتعطي إنتاجية عالية. يعني احنا دلوقتي وصلنا للأرز اللي يستهلك كمية أقل من الطبيعي ويعطي إنتاجية أعلى، وصلنا إن الفدان ممكن يعطي 4 طن أرز، وهذه تعتبر إنتاجية عالية جدا، ومصر من أولى دول العالم في الإنتاجية، إن الفدان بيعطي قد إيه على مدار العام. تمام، بس ده كله ما فيهوش يا دكتور إنه هيحصل إعادة نظر في طريقة أصلا الري بالغمر اللي بتهدر كميات كبيرة من المياه. حتى في تصريحات رئيس الوزراء اللي تأكد على فكرة يعني ضرورة ووضع إجراءات كبيرة لاستفادة المياه، مفيش فيها التفكير في تغيير الطرق اللي بيتم بيها الري حاليا واللي بتهدر كميات كبيرة جدا من المياه. احنا بنزرع حوالي دلوقتي 9 مليون فدان، منهم 4 مليون فدان أراضي حديثة كلها بطروة بالطرق الحديثة. تمام. ال 5 مليون هي ده في الوادي والدلتا الأراضي القديمة. القليل منها اللي بيروى بطرق حديثة، لكن معظمها بيروى بالغمر. تمام. ولكن في حاجة هنا، احنا بنعيد استخدام مياه الغمر مرة تانية. المياه الغمر في جزء منها بيتخلل التربة وينزل مياه جوفية، بنعيد استخدام هذه المياه الجوفية مرة أخرى بحوالي 7 مليار بنستخدمهم. وأيضا المياه اللي بتسقط في المصارف من نتيجة الري بالغمر، فدي برضو بنعيد استخدامها مرة تانية. فإذا وبعدين ميزة الري بالغمر إنه بيغسل التربة، بيقلل الملوحة. لو احنا عملنا بالرش بس لما يكون عندك رفاهية انك عندك مياه كتير برضو، يعني ده ماشي وليه فوائد، لكن لما يكون عندك رفاهية انك تستخدم هو مياه هو الحقيقة كتير. الحقيقة الهدر من الري بالغمر ليس كثيرا كما يظن البعض، لان المياه اللي بتضيع وتنزل تحت احنا بنعيد استخدامها مرة تانية، والمياه الزيادة بتنزل المصارف بنرجعها تاني. فبالتالي يبقى هنا وبعدين في عندنا مشكلة في الوادي والدلتا، إن أصبحت المساحات الزراعية صغيرة للغاية. يعني لو رجعنا أيام السد العالي كانت الوحدة أقل وحدة 5 فدان، فيبقى المزارع اللي عنده 5 فدان أو 10 يقدر إن هو يعمل فيها نظام ري. لكن لما يبقى دلوقتي عنده نص فدان ولا ربع فدان، احنا بنتكلم في ناس عندها 3-4 ايراد، صحيح، وبالتالي ده يعمل فيها وحده ري خاصه ازاي. فدي صعوبه بالاضافه الى نوعيه المحاصيل اللي بتزرع في الوادي والدلتا كلها، برضو محاصيل زي مثلا البرسيم والذره والقمح، دي برضو يعني ما وصلش انها تستخدم فيها الطرق الحديثة. ونوعية التربة في الوادي والدلتا تربة صمراء تقيلة. تقيلة دي معناها ان المية عشان تتخلل التربة وتنزل لجذور النبات هتاخد وقت. مع ارتفاع الحرارة في مصر هيبقى البخر اسرع من ان المية تنزل لجذور النبات. فاذا احنا يعني الغمر رغم مشاكله لكن هناك يعني طرق للاستفادة والتغلب على هذه المشاكل بإعادة استخدام المياه مرة أخرى. طيب رأي حضرتك في التفكير أو توجيه رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة محطات تحلية المياه، تحلية مياه البحر، إلى أي مدى مصر قادرة تمتلك التكنولوجيا أولا ثم الإمكانيات ثانيا إن هي تقدر تعمل محطات وتتوسع في بناء المحطات بحيث يعني تزيد الكمية المتاحة من المياه؟ أولا تحلية المياه ليس لها علاقة بمشكلة المياه في مصر، لأن مشكلة المياه في مصر هي إحنا عايزين مياه للزراعة، والتحلية ليست للزراعة. تحلية المياه للمدن الجديدة سواء، وبعدين في الغالب المدن الساحلية عشان بنحل مياه البحر، ونادرا ما نستخدم بعض المياه الجوفية اللي بيبقى الملوحة فيها عالية ونحليها، لكن معظم التحلية على السواحل في المدن البعيدة عن نهر النيل. ودي ضروري، وحصل طفرة في السنتين الأخيرتين تقريبا تضاعف كمية المياه المحلاة من البحر خلال السنتين الأخيرتين فقط. ونصل يمكن خلال سنة أو اتنين أن يبقى عندنا حوالي 1 مليار متر مكعب من المياه المحلاة، وطبعا تكلفة عالية. احنا بنستخدم في الزراعة حوالي 70 مليار متر مكعب، فلما نقول بقى احنا رغم التوسع في التحلية حاليا حوالي 400 مليون فقط، يعني اقل من نص مليار. وبناء بعد سنتين يبقى مليار، واحنا عايزين 70 مليار للزراعه. اذا تحليه المياه ليس لها
اي علاقه بالزراعه، ولكن هي ضروره للصناعه او السياحه او كل ده يبقى انشطه اقتصاديه، لا اذا كانت للمنزل او للصناعه او للسياحه تبقى اقتصاديه، اما للزراعه فهي غير اقتصاديه لان المتر المكعب من تحليه المياه بيتكلف حوالي دولار. والمتر المكعب في الزراعه في مصر بيجيب من 5 الى 10 جنيه، يعني ما جابش الدولار. صحيح. فاذا لا يمكن استخدام هذه المياه في الزراعه. وضحت الصورة، واضح أنه هنكون قدام تحديات كبيرة الفترة اللي جاية علشان نزيد من الكمية المتاحة من المياه في مصر بالإجراءات الحكومية وربما تكون بداية. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا. أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى وفاة 40 حالة، ليتجاوز إجمالي الحالات أكثر من 90,000 بالإضافة إلى 4,480 وفاة. في سياق متصل أعلنت الحكومة مساء أمس إجراءات التعايش الجديدة مع الفيروس بدءا من 26 من يوليو الجاري، والتي شملت السماح باستقبال الجمهور في المقاهي والمطاعم حتى 12 منتصف الليل، وزيادة نسبة الإشغال إلى 50% مع غلق المحال في 10 مساء، والتوافق على أن تتم صلاة عيد الأضحى بنفس قواعد عيد الفطر. نشاهد مزيد من التفاصيل. نرحب عبر سكايب بالدكتور طاهر مختار عضو مجلس نقابة الأطباء في الإسكندرية سابقا. دكتور طاهر برحب بيك، وعايز يعني أسمع رأيك فيما يتعلق بالإجراءات الحالية أو إجراءات التعايش مع كورونا اللي اتخذتها الحكومة بالأمس، وإلى أي مدى قادرة أن هي تواجه أو تمنع حدوث زيادات جديدة. لا يعني أنا مش شايف إن الإجراءات الجديدة هي من أجل منع زيادة عدد الحالات، هي يعني الحكومة واخدة قرار وبتطبقه من فترة إن هو مهما كان الوضع بتاع الفيروس مهما كان وضع الوباء في مصر البلد مش هتتقفل، يعني هو ده القرار اللي بيتاخد واللي بيحصل ترجمة لنفس القرار ده. للأسف انعكاسات ده على أرض الواقع وانعكاسات ده على عدد الحالات مش هنقدر نعرفها بشكل سهل بسبب غياب الشفافية اللي هي المشكلة الثانية والأزمة الثانية اللي موجودة في مصر من بداية الأزمة بشكل تاني. يعني اللي أنا يعني هقوله وبكرره تاني وبنصحه تاني إن الناس تاخد بالها من نفسها، وحقيقي يعني حتى لو الحكومة قررت تفتح أكتر وتتعايش أكتر مع الموضوع أنا شايف إن الناس تاخد بالها، الناس تحد نزولها إلا للضرورات الحقيقية المتعلقة بالحياة ومتطلبات المعيشة، مع أخذ إجراءات التباعد الاجتماعي وإن الناس تحط الماسكات وطرق إن هي تحمي نفسها وغسيل الإيد ونفس النصائح اللي إحنا بنقولها وبنكررها من الأول. يعني أنا بشكل شخصي ما عنديش يعني حقيقي أمل أو رجاء طب مش كبير. ممكن التراجع اللي حصل ده يا دكتور، او يعني التراجع اللي حصل بعيدا حتى عن الارقام، لو وضعنا الارقام الحكوميه جانبا يعني استعنا فقط بالشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، شهادات الاطباء اللي بيتكلموا عن انخفاض فعلي في عدد الحالات اللي بتجي لهم، انه ما عادش الوضع خالص أسوأ من الاول، فبالتالي مش ممكن تكون هذه او يكون هذا الوضع هو ما شجع الحكومه على ان تفتح ولو جزئيا بعض الامور، خصوصا الاقتصاد خلاص مش هيستحمل انك تفضل او يعني انك تقلل الاشغالات في الفنادق والمقاهي وكل والمطاعم وكل ده، يعني صعب ان الاقتصاد يستحمل ده. بصوا استاذ كامر، هو مصر اصلا انا مش شايف ان مصر قفلت عشان نتكلم ان هي بتعيد فتح، هي بس بتعيد تنظيم الحياه مش اكتر، يعني هو ده اللي انا شايفه. انا مش شايف ان كان في قفل
بشكل حقيقي ان احنا نقول ان هو اثر على الاقتصاد في مصر. لو في تاثير على الاقتصاد فهو ممكن تاثير على السياحه الخارجيه جاي من سمعه مصر هي ما اتعاملتش كويس مع الوباء. لو احنا هنتكلم على نقط التاثير الاقتصاديه المرتبطه، ما كانتش مرتبطه بقفل المساحات الاقتصاديه في مصر قد ما كانت مرتبطه بسوء تعامل النظام المصري مع الملف ده، وده ادى ان في دول كتيره منعت السياحه ان هي تيجي مصر. بس لما تمنع، لو احنا هو انت لما تمنع الصلاه بقالنا شهور يعني يا دكتور، مثلا لحد ما رجعت مؤخرا، حتى صلاه الجمعه ما زالت مش موجوده، صلاه العيد اللي لسه جايه برضو قالوا ان هي مش هتتم زي ما حصل قبل كده في عيد الفطر، ودي انت عارف حاجه صعبه قد ايه ان المصريين كانوا يستوعبوها لما يتخذ اجراءات حظر تجول، وقف سياحه، ده دي كله اجراءات. فصعب جدا ان انا اجي اقول دلوقتي انه ما حصلش اصلا قفل. ممكن نختلف في درجات القفل، لكن فكره انه ما حصلش اصلا، احنا لسه اصلا ما زلنا في قفل تقريبا لا ولو احنا لم نسبيا. يعني حضرتك كنت بتتكلم حوالين القفل فيما يخص الاقتصاد والسياحه، تمام؟ قفل الصاله ما بيأثرش على الاقتصاد والسياحه. لو احنا بنتكلم على المنشآت اللي لها علاقه بالاقتصاد والسياحه، حتى يعني القهاوي في مصر مفتوحه بقى لها حوالي شهر دلوقتي على حسب ما اعرف يعني، والمطاعم وكده بإشغال 25% بحسب القرار يعني. 25%. انا مش عارف الالتزام بالتطبيق قد ايه يعني حقيقي. دي نقطه. النقطه الثانيه المهمه كل اللي بنتكلم عليها دي كلها اجراءات وقايه، يعني حتى لو هنفترض ان عدد الحالات ان هي بتقل، تمام، ولكن لسه عدد الحالات كبير. ولو الدنيا يعني لو هنفترض ان كان في اجراءات قفل ودلوقتي الدنيا بتفتح اكتر، يعني هنحط الافتراض ده، ولكن ما زال عدد الحالات اللي موجود دلوقتي لو الدنيا اتفتحت هتقدر تنتشر بشكل كبير. لو احنا هنتكلم في الموضوع فيها فكره القفل ايه والفتح، فكره القفل والفتح مرتبطه بالوقايه مش مرتبطه بالعلاج، تمام؟ فعدد الحالات اللي انت بتسمعه حتى دلوقتي هي تعتبر بؤر ممكن تنتشر بشكل واسع في حاله انك لو فتحت اكتر. تمام. فلو هنقول ان الدنيا ما كانتش مفتوحه قوي، خلاص على الاقل تفضل بالشكل ده لفتره لغايه ما نطمن ان الدنيا عدت يعني. طيب احنا خلاص داخلين على عيد الاضحى، وانت عارف السلوكيات المرتبطه بيه وسلوكيات الناس عيد الاضحى، تنصح الناس بايه في الموسم ده او في الموسم ده ان هم يتجاوزوا المرحله دي من غير ما يحصل، الا لو تفتكر حضرتك في بدايات رمضان حصلت الزيارات الكبيره جدا بسبب العادات في فتره العيد، انعكست بعدها باسبوعين شفنا زياده كانت مروعه يعني في اعداد الحالات والوفيات. تنصح الناس بقى بايه هم في عيد الاضحى عشان يحافظوا على نفسهم؟ دوت كلام مهم جدا اللي انصح الناس بيه حقيقي، ان هي يعني يعني معلش العيد ده يعدي بدون الزيارات العائليه، بدون الخروجات، بدون الفسح. يعني في نصيحه مهمه مخططه نحن دلوقتي الفصل الصيف والمصيف والكلام ده، انا شايف ان احنا دلوقتي يعني نتفادى ده على الاقل فتره العيد، لان ده بيبقى فيه اعداد كبيره بتروح وتتجمع في نفس الوقت، دي حاجه تتفادى. فكره التباعد الاجتماعي، فكره يعني لو في خروج اضطراري بالماسك والناس تغسل ايديها كويس، حاجات اللي علاقه بنظافه الايد وعدم لمس البق اللي هي الحاجات والوش، الحاجات الاساسيه ديت اللي هي بتتعاد وبتتكرر. للاسف الحاجات دي فعلا يعني ناجحه، يعني مش للاسف يعني لحسن الحظ الحاجات دي لما بتتطبق بتكون ليها تاثير مهم وناجح وفعال. فالناس يعني تخلي الخروج على قد الاضطرار، تمام، ولما في خروج يبقى في اللي هو التباعد، الناس تتباعد عن بعض ويكون في لبس الماسك وغسيل الايد وكده. يعني عموما هو ده هيكون اخر عيد قبل المصل ان شاء الله، فنتمنى الناس تستحمله يعني، معلش اخر عيد نستحمله، وان شاء الله بعد المصل ما يظهر ترجع الحياة لطبيعتها. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الاطباء في الاسكندرية سابقا. أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإفراج عن 2130 سجينا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لثورة 23 من يوليو وعيد الأضحى المبارك. قرار الإفراج جاء بعفو أصدره الرئيس السيسي، وقالت وزارة الداخلية إنه يأتي استمرارا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل آليات الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع بحسب البيان. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قبل أيام قد أصدرت تقريرا عن إصابات كورونا في السجون، ورصدت خلاله إفراج السلطات عن 13 ألف سجين منذ أواخر فبراير الماضي. نرحب عبر الأقمار الصناعية بالأستاذ وليد عبد الرؤوف المحامي. أستاذ وليد برحب بيك. يعني بنتكلم ال 13 ألف في 2.5، بنتكلم تقريبا داخلين في
16,000 تم إخلاء سبيلهم من منذ فبراير إلى الآن. السؤال الأول، هل الأرقام اللي احنا بنتابعها في المناسبات 2500 وقبل كده كان حصل 6,000 مرة واحدة، هل ده كان بيحصل بشكل طبيعي ولا واضح إنه في قرار ما بتخفيف أو تخفيف الأعداد داخل السجون حتى ولو كان غير معلن؟ لا يعني هذه الاعداد هي اعداد، اعتقد ان هي اعداد طبيعيه. لو تابعنا الاعداد في 2019 وما سبقها، اعتقد الاعداد مقاربه، مش مفيش حاجه كبيره. ولكن الجديد هو التوسع في الافراج بعد القانون الذي اصدره مجلس النواب في بدايه 2019، الذي حدد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه حتى يتم الإفراج عنه، وحددت مجموعة من الآليات التي تتخذها إدارة مصلحة السجون لتحديد المفرج عنهم. وده أعتقد إن هو وسع بعض الشيء من أعداد المفرج عنهم، ولكن كل هؤلاء المفرج عنهم، وطبعا نحن نبارك لهم جميعا، فالخروج من السجن في هذه الظروف التي يعيشها العالم كله هو بمثابة ميلاد جديد لكل المفرج عنه. ولكن دعنا نسأل مجموعة من الأسئلة. كم عدد المحبوسين احتياطيا حاليا داخل السجون المصرية ممن تخطوا المدد القانونية المقررة للحبس الاحتياطي اللي هي مدة السنتين؟ وكم من المحبوسين احتياطيا حاليا داخل السجون المصرية تم تدويرهم في قضايا جديدة؟ أعتقد أنهم بالآلاف. إذا أرادت السلطة المصرية في ظل الظروف التي تعيشها مصر حاليا، لن أتحدث عن كورونا وفقط، ولكن أتحدث عن ظروف لم تمر بها مصر في عصرها الحديث، ظروف حقيقية وجودية، تهديد وجودي لمصر يستلزم اصطفاف الجميع واصطفاف الكافة. أليس من الأحرى أو ليس من الأجدى أن تتحرك هذه السلطة في الإفراج عن المعتقلين السياسيين بشروط يعني الذين تخطوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، أو الذين تم تدويرهم في قضايا أخرى؟ أعتقد إذا قامت السلطة بذلك، أولا سيخف عدد المحبوسين داخل السجون بشكل كبير جدا، ثانيا أعتقد أنهم يعني نحن نريد أن يعني إذا أرادت السلطة أن يصطف الجميع خلفها في المعارك الوجودية التي تخوضها في الفترة المقبلة، فعليهم أن يقوموا بإبداء حسن النية. وأعتقد أن الإفراج عن هؤلاء هو بمثابة حسن نية. الإفراج الصحي عن المستحقين داخل السجون المصرية، الإفراج الصحي بدل ما بنسمع كل شهر أو اتنين بوفاة معتقل هنا أو هنا أو وفاة سجين هنا أو هنا أو هنا أو هنا. أعتقد إذا نظرت مصلحة السجون ووزارة الداخلية والسلطة الحاكمة في مصر إلى هؤلاء نظرة موضوعية، هيخف كتير، وهيتم يعني الاعداد دي هتتضاعف، الاعداد اللي احنا بنتكلم فيها هتتضاعف. دايما في اتهام موجه للمستطاع انكم، وخليني يعني اواجهك بهذا الاتهام، انه مش مهم عند النشطاء لو خرج كل 100,000 سجين جنائي، مش مهم، هو مش بيطالبوا عشان خايفين من كورونا ولا عشان تخفيف اعداد، هم بيطالبوا فقط لان ليهم محبوسين سياسيا في الداخل، هم يريدون فقط الافراج عنهم ولا يطالبون او يعني مش من دافع مطالبة وخوف حقيقي من انتشار الفيروس مثلا في السجون. لا، أنا خوفي على الجميع. أنا لما باركت المفرج عنهم، وأنا أعلم علم اليقين أن ليس منهم سجين سياسي وكلهم جنائيين. عندما ندافع أو نطالب بتحسين شروط المحبس في مصر، نطالب للجنائي قبل السياسي. عندما نريد أن تطبق شروط العدالة، نطالب للجميع.
يعني هل ليس هناك من المساجين الجنائيين داخل السجون المصرية من يستحق الإفراج بسبب أنهم لديهم ظروف صحية، الإفراج الصحي بسبب ظروف صحية على شاكلة، يعني لو خدنا على 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 مثال صبري نخنوخ ورفاقه، يعني ما هو دول، يعني احنا بنطالب، عندما نطالب بذلك نطالب من اجل الجنائي والسياسي ليس من اجل السياسي وفقط، فهذا بشر وهذا بشر، عند يعني حقوق الانسان للجميع ليس للسياسيين وفقط. ما هي الدولة اصلا او الاجهزة في الدولة بتقول احنا ما عندناش اصلا محبوسين سياسيا، دول كلهم محبوسين على ذمم قضايا جنائية، هم هي اصلا ما فيش التقسيمة بتاعت سياسي وجنائي عند الدولة. ما هو يعني بص، يعني انا يعني انا كل ما بسمع الكلام ده بضحك بصراحة، يعني حقيقة عندما اذا ارادوا ان يكذبوا فليكذبوا بشكل افضل من ذلك، يعني عندما يعني اذا حصرنا عدد المحبوسين حقيقة داخل السجون المصرية بسبب قضايا سياسية حتى ولو هو اخذ حكم جنائي، ولكن السبب الأساسي في هذا هي قضية سياسية ليست قضية جنائية. فالقانون الجنائي حدد على سبيل الحصر كل الجرائم التي تسمى جريمة جناية، ولكن مجموعة الاتهامات التي تسوقها النيابة العامة حاليا لكل المحبوسين داخل السجون المصرية، أعتقد أننا حاليا نريد أن نضيف لي في كلية الحقوق فصل جديد لاتهامات النيابة الحالية، فهو باكج واحد، الانضمام لجماعة إرهابية، إشاعة أخبار كاذبة، و و و و و و و و و بدون تحديد ما هي الأخبار الكاذبة وما هي الجماعة الإرهابية المنضم ليها المتهم، و و و ومع ذلك بياخد حكم وبيتم حبسه، ولما بيتم حبسه الدولة بتقول ده جنائي. تمام. طب يعني هصدق مين؟ يعني بس. رحت صورة، شكرا جزيلا أستاذ وليد عبد الرؤوف المحامي، والآن نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده لنستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. 68 عاما على إذاعة بيان حركة الجيش المباركة كما أطلق عليها في ذلك الوقت، وما زال الجدل حولها لا ينتهي. عبر سنوات طويلة تشكلت تيارات سياسية تتبنى أفكارها أو تعارضها، وشهدنا مديحا وانتقادات في الصحف والمذكرات ووسائل الإعلام والخطابات الرسمية، ونهاية بصور الكوميكس التي يتبادلها الجيل الجديد على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم، بينما ينتقدها آخرون باعتبارها تصحيحا للنقاش، وبينما نشهد اليوم تهنئة الرئيس السيسي للشعب المصري بذكرى ثورة يوليو، إلا أن الأسئلة ما زالت مطروحة حول تقييم التجارب التاريخية وما يمكن الاستفادة من دروسها. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. 68 عاما على إذاعة هذا البيان، وما زال الجدل لا ينطفئ حول ما حدث صباح 23 من يوليو عام 1952، فما بين وصفها بحركة الضباط المباركة أو الثورة أو الانقلاب، تتعدد الآراء والتقييمات حول نتائج الحركة وتبعاتها الممتدة حتى اليوم. أعلن مجلس قيادة الثورة أهدافه ممثلة في الاستقلال والقضاء على الإقطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء جيش قوي، بالإضافة إلى ضمان نظام ديمقراطي، ولكن أتت الرياح بشكل مغاير، فتم اعتقال عدد من أعضاء المجلس نفسه، منهم قائد الحركة اللواء محمد نجيب، وهو الحدث الذي اعتبره منتقدو الحركة محطة فاصلة أعلنت انهيار المشروع الديمقراطي وبداية طغيان الصوت الواحد الذي ميز فترة الرئيس عبد الناصر. كما يتهمون تلك الفترة بأنها دشنت عصرا من البيروقراطية والفساد الإداري،
بالإضافة إلى تغلغل الجيش في الاقتصاد والحياة المدنية واستبدال طبقة اقطاعية بأخرى على حد وصفهم، وهو ما أدى إلى هزيمة يونيو عام 1967. إلا أنه على الجانب الآخر يرى المؤيدون أن إنجازات الحقبة الناصرية ما زالت مصر تعيش في ظلها حتى الآن، ولا سيما الإنجازات الاقتصادية من نهضة صناعية وتجارية، بالإضافة إلى القرارات التاريخية الأخرى مثل الإصلاح الزراعي وإنشاء السد العالي وتأميم قناة السويس ومجانية التعليم، كما يشيرون إلى ترسخ قوة مصر الناعمة إقليميا. الجدل حول ما حدث في يوليو يمتد إلى التساؤل حول كونها ما زالت مستمرة حتى اليوم، أم أنها قد انتهت بالفعل منذ عهد السادات الذي وقع اتفاقية كامب ديفيد، بالإضافة إلى بدئه عصر الانفتاح الاقتصادي، وهي السياسات التي استمر فيها سلفه مبارك قبل أن يسقط بثورة يناير. بعد إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي عادت المقارنات إلى السطح، بينما يشبه الرئيس السيسي بعبد الناصر مستدعيا إيجابيات عصر المشاريع القومية الكبرى، أو بالعكس من يشبههما مستدعيا سلبيات الهزيمة وتأميم الصحافة وإغلاق المجال السياسي. وأيا كان انحياز المتابع، فإن تاريخ 23 من يوليو من أبرز الأحداث الفاصلة في التاريخ الحديث لمصر والمنطقة بكاملها. نرحب عبر الأقمار الصناعية بالأستاذ جمال الجمل الكاتب الصحفي. أستاذ جمال برحب بيك معايا في توقيت مصر، وشايفك كنت بتكتب كلام كتير ورا التقرير، هل في حاجة لفت نظرك أو حاجة حابب تعلق عليه؟ لا، هو تقرير لطيف ووافي، وفي أسئلة ذكية عن فكرة الفصل بين الثورة وبين النظام السياسي اللي موجود، عن الربط حتى بعد ثورة يناير وفترة حكم الرئيس مرسي، وده بيطرح قدامي مجموعة من التساؤلات يعني. والكلام عن محمد نجيب، يعني محمد نجيب هل هو ضد الثورة؟ يعني ده راجل كان رئيس الجمهورية وراجل كان مع الثورة وتقلد أعلى منصب فيها وبتاع، لكن هو ضد تصورات أو تصرفات حدثت بعد الثورة. أنا عايز أقول إن المشهد في بدايته من ليلة 23 يوليو إلى ما بعده لم يكن هناك خلاف على الثورة في مصر، لا الأحزاب ولا القوى السياسية ولا كل الجماعات الموجودة ولا الناس. يعني زي ما بنقولنا كده، إسماعيل ياسين كان بيصور فيلم فكان اسمه عفريت عم عبده، وبعدين فضاف ليه وفي الآخر كده مشهد ويحيى الثورة ويحيى حركة الضباط وبتاع، لأنها كانت كثورة استجابة لمطالب شعب في الاستقلال، في كلام عن فساد ملك وكلام من هذا النوع. الشعب بيعاني كما هو يعاني الآن وكما يعاني من قرون طويلة قبل 52، يعني نفس الأمراض ونفس المشاكل فيها الشعب موجود. الثورة جات له بأمل أن يغير هذه الأوضاع، ثم حدثت بعد ذلك الإدارة السياسية للثورة، فوصل عندنا ناس بتلعن الثورة نفسها مش الخلاف السياسي. وده اللي أنا بحبه. ما هو ده عنده منهجية. السؤال مهم، لأنه حابب تقول انه ما كانش في خلاف وقتها على الثوره او ما حدث، لكن دلوقتي في خلاف انه المبدا اصلا ان ما حدث كان خطا، وانه كان يمكن البناء على مملكه دستوريه او ملكيه دستوريه بشكل افضل مما حدث. فمبدا الثوره نفسه او ما حدث في 23 يوليو الان عليه خلاف، او يمكن من سنوات. لا، ده بقى اللي بسميه النقوص في الفكر، أو بسميه خلل منهجي، لأن فكرة المنهج دي كنا كشباب في الجامعة بندور على، إحنا كنا خارج فكرة الناصرية كتجربة حكم. يعني كنا بنقول هنبقى ضد عبد الناصر لو إحنا موجودين كشباب في الجامعة، ضد النظام ضد السلطة، لكن مفهوم الثورة أكبر من قدرة أي نظام، بما فيهم كلام عبد الناصر مع جيفارا نفسه انه كان نفسه يستقيل ويبقى ثوري كده، الحلم اللي القذافي عمله في الجماهيريه. لانه في تعارض اساسي بنياوي بين فكره الدوله وفكره الثوره. انا عايز اشوف بقى المواطن اللي ضد الثوره ده، اللي هو شايف ان مصر في 23 يوليو كشفت ظهرها وعرت كتفها، ولولا ثوره 23 يوليو دي ما كانش سد النهضه اتعمل. فنفس الكلام انت مع السيسي، انت مع التصور اللي هو ضد الاحداث، انت حد اتولد له طفل
منغولي تقصد ثورة يناير بقى، فعايز يقتله مش عايز يربيه. لا انا بتكلم بالمقارنة. يعني لولا ثورة يناير ما كانش سد البنا يعني. لا 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 انا بحط 23 يوليو هنا كبارادوكس مفارقة يعني عشان تشعر انك بتردد كلام السيسي في نفس المنطلقات. يعني انه الثورة اضرت مصر، حق الناس في انها تقول حرية وعدالة اجتماعية وكلام من النوع ده، ده بيكشف ظهر مصر. طيب ما هي ثورة 23 يوليو حققت مستهدفات يعني بالنسبة للناس، استمرت خطأ زي ما بقول انا دايما عندي مقال اسمه التفاحة المعطوبة، نعتبر 23 يوليو تفاحة ثم فسدت نتيجة الوقت اللي موجود، او انت عندك حساسية من الحديد لما كلتها وجعت لك بطنك. لكن ما تقييمك للتفاح عموما؟ يعني لدي تفاحة فاسدة باظ علينا ان احنا نرميه. لابد ان نفرق بين ان احنا كشعوب مع الثورات بمعناها العلمي والفني والتقني، مع ثورة التكنولوجيا وثورة الاتصالات وثورة الموبايل وكل انواع الثورات في العالم، لانه دي فكرة لابد منها، الزمن بيقول انه ده لابد ان يحدث. ففكرة التحول من ان مصر كانت ولاية تابعة لمدة 3 قرون ولا 4 قرون ثم أصبحت ملكية لعائلة ثم أصبحت دولة بنظام جمهوري، ثم نختلف على أنه هذه الدولة يتم إدارتها بطريقة خاطئة، ده كلام ينقلنا من المبادئ أو من الحكم التاريخي على الحدث الاجتماعي أو فعل الثورة، أو حد يعني علم ابنه فطلع يسرق بنك يقول التعليم وحش ولا يقول ابني الذي أخطأ في كذا. طيب يعني ده تصور بالقيم الأساسية اللي هي الثورات كقيم. بمناسبة المسار واللي حصل بعد 23 يوليو، خليني أشرك معايا أستاذ جمال الأستاذ عمرو عبد الرحمن المحاضر في القانون والعضو المؤسس بحزب العيش والحرية. أستاذ عمرو برحب بيك. طبعا أستاذ جمال استفاد في شرح ما حدث، وأنه الثورة في حد ذاتها أو ما حدث في 23 يوليو في حد ذاته ما كانش هو الخطأ، الخطأ فيما بعد. خليني أبدأ من ده السؤال حوالين ليه لم يسلم الجيش إذا كان الجيش قام، لأن كان هناك فساد ولأنه عايزين الملكية ولأنه البلد كانت وصلت لمرحلة احتقان، ليه بعد ما الجيش نفذ هذا الهدف لم ينقل السلطة للمدنيين، وخصوصا أن كانت مصر عندها حركة سياسية نشطة وواعدة جدا، نشطة وواعدة جدا في الفترة دي، وأحزاب سياسية كتير وشخصيات سياسية معتبرة، يعني ليه الجيش استمر هو في الإدارة؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بضيفك الكريم. اهلا بي. طبعا الاجابه على السؤال اللي حضرتك بتطرحه هو يخلينا نرجع شويه اصلا للظروف اللي خلت الجيش يتدخل في السياسه في 1952. طبعا هو من نهايه الحرب العالميه الثانيه 1945 ومصر يعني كان فيها حركه اجتماعيه صعبه من قوى جديده لا تنتمي للنظام القديم. يعني لا تنتمي للأحزاب التاريخية اللي احنا عارفها زي حزب الوفد أو زي حزب الأحرار الإسرائيليين أو زي الحزب الوطني، ولكن قوة جديدة قوامها بالأساس الشبابي وبالأساس بتستند على طبقات اجتماعية متدينية في السلم الاجتماعي، سواء كان في الطبقة العاملة أو الرأسمالية الصغيرة أو الطلاب أو غيره، وكمان عن قوة سياسية جديدة زي الإخوان المسلمين زي الحركة الشيوعية المصرية وما إلى ذلك. من 45 لغاية 1952 القوة دي كانت بتهدد مش بس النظام السياسي القائم، ولكن كمان كانت بتهدد العلاقات الاجتماعية القائمة. يعني مثلا هي ذات القوة اللي طرحت مسألة الإصلاح الزراعي واللي فرضته حتى على بعض الأحزاب الموجودة زي حزب الوفد وزي غيره. هي دي القوة اللي كان اللي اشتبكت بقوة مثلا مع مسألة حرب فلسطين واللي شكلت هزيمة 1948 أو النكبة، يعني مرحلة مؤسسة في مراحل فكرها وما إلى ذلك، واتسمت كمان في حركتها بالتعبئة خارج الأطر الدستورية الموجودة، خارج الأحزاب السياسية، خارج البرلمان، ومحاولة تأسيس نقابات عمالية، مصر مثلا كانت فيها اتحاد عمال خلال هذا الوقت وما إلى ذلك. في الحقيقة محركة الجيش في الوقت دوت جات لإجهاض هذا الصعود الاجتماعي مش للتعبير عنه، يعني هي تبنت بعض مطالبه زي مثلا مطالب العدالة الاجتماعية اللي موجودة في بيان ليلة 23 يوليو الست مبادئ، أو زي مثلا مطلب الإقطاع وغيره، ولكن المحرك أو الهاجس الرئيسي بتاعها هو محاولة إجهاض هذه الحركة الاجتماعية والتضحية بالقوة السياسية القديمة بالنظام السياسي القديم اللي هو كان نظام خلاص استهلك زي ما تفضل أستاذ جمال الجمل وقال، وكان فشل تماما في تحقيق أي هدف من أهدافه وتقادم وأصبح غير قابل للإصلاح. ولكن
ولكن كان يجب التضحية بالنظام السياسي لمصلحة الحفاظ على العلاقات الاجتماعية القائمة. وبالتالي لم يكن متصور أصلا على جدول أعمال حركة الجيش أنه يسلم السلطة. يسلم السلطة لمين إذا كان هو أصلا جاي في مواجهة هذه الحركة الشعبية؟ يعني من غير متصور أن النظام أتى لمواجهة حركة شعبية صعبة أنه هو يسلمها السلطة. والدليل على ذلك أن النظام بعد أيام أصلا من طب وهو معلش أنا هقف بس عند المصطلح ده لأنه مهم جدا أستاذ عم. فكرة أن النظام جه لإجهاض الحركة الشعبية دي، هل أصلا ينفع ثورة أو ينفع حاجة نسميها ثورة جاية لإجهاض حركة شعبية بين قوسين؟ ما هي دي المعضلة الأساسية اللي لغاية دلوقتي محتارين فيها أصلا علماء السياسة والباحثين فيما يتعلق بثورة يوليو. يعني يوليو 52 غيرت في الحقيقة كتير جدا من العلاقات الاجتماعية القائمة في مصر، وهي قلبتها حتى رأسا على عقب، ولكنها في نفس الوقت عملت دوت عبر تسريح الجماهير أصلا من الصورة. يعني إن هي عمليا أجهضت كل التنظيمات المستقلة اللي تشكلت قبل 1952، منعت التنظيم المستقل مثلا في صفوف الطبقة العاملة وأسست اتحاد واحد للعمال لا يعترف بالاستقلال ولا بالتعددية خارجه، تأسست مثلا بنية النقابات المهنية اللي احنا نعرفها النهاردة اللي هي نقابة واحدة للمهنة الواحدة، ومنع التنظيم المستقل للنقابات المهنية. هي اللي حضرت الأحزاب السياسية مثلا، ومن غير المتصور إن في ثورة بتقوم لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية السليمة ما يكونش فيها أصلا حياة حزبية، فأي عن أي ديمقراطية سليمة يعني نتحدث. وهي ديت معضلة ثورة يوليو بالأساس، إن هي عملت كتير جدا من الإنجازات الاجتماعية التي لا يمكنها أي عاقل، ولكن هي عملتها بالأساس لاحتواء الحركة الجماهيرية، لاحتواء الحركة الشعبية والحفاظ على مجمل العلاقات الاجتماعية القائمة. وعشان كده لما جاء من قلب نظام يوليو نفسه حد مثلا زي أنور السادات اللي هو انقلب أساسا على التوجهات اللي كانت سائدة خلال فترة الستينات تحديدا من تجربة الرئيس جمال عبد الناصر، وعمليا هو اللي صفى التوجهات الاجتماعية لهذه المرحلة، لم تجد هذه التوجهات الاجتماعية من داخل هياكل النظام زي الاتحاد الاشتراكي العربي أو زي الاتحادات المهنية أو العمالية القائمة، لم يدافع عنها، بل على العكس اندفعت قيادات هذه الهياكل سواء الاتحاد الاشتراكي أو اتحاد العمال أو المنظمات المهنية وراء الرئيس أمر. يعني كانت أقرب لجماعات مصالح منها لكيانات لها إيديولوجيا مثلا، تقسم أصلا الغنائم. تمام. أكيد هو أصلا النظام أساسا كان ضد تأسيس حتى حزب يعبر عنه، يعني حتى الاتحاد الاشتراكي العربي بالأساس كان طول الوقت الأدبيات لا تصفه على إنه حزب، بل كانت تصفه على إنه تنظيم سياسي واحد، تنظيم نقاش الشعب العام. طيب. يعني حتى حزب سياسي يعبر عن النظام كان النظام في مواجهة ذلك. طيب خلينا نروح لأستاذ جمال الجمال، لأنك قلت كلام كتير جدا، أكيد أستاذ جمال الجمال مهتم أنه يرد عليه، لأنه احنا رجعنا بقى للنقطة بتاعت انه ما حدث في 23 يوليو وما نتج عنه بعد ذلك لم يكن عفويا، لكنه كان اصلا النظام جاي يعمل ده، هو جاي عشان يعمل ده. رأي حضرتك؟ لا يعني تصور انه في تفكير في المجتمع انه انا رايح اهندسه كذا صعب تصوره، لكن في المسار الاجتماعي في تطورات. يعني فكرة زيادة الحركة البيروقراطية في المجتمع المصري لخلال مراحل معينة يمكن قراءتها من خلال تطور بالسلب أو بالجودة أيا كان التقييم لفكرة دولة الأفنديات، وفي كتابات تاريخية مهمة لتأصيل فكرة دولة الأفنديات دي. الكلام عن بلورة جيش وطني مصري والكلام عن انه ده يتغلغل داخل الطبقة المتوسطة اللي هي ابرز اسهامات الثورة، ان احنا بنعمل طبقة عريضة في المجتمع، كان تصور الثورة الاولي عمال وفلاحين مش موظفين وبيروقراطية يعني، وكان في دعم في التشريعات وفي الكلام من نوع ده، محاولة الدولة تدعم او تضخ فكرة انه يبقى في مجتمع انتاجي بيصنع طبقة عاملة مش بيضربها زي ما حصل بعد كده في فترة السادات، بيقوي حالة زي الطلاب، بيقوي حالة الفلاحين والزراعة. كل هذه الأمور قالت إلى إخفاقات، وما بقدرش أقول إن ثورة يوليو اللي عملتها، لكن هي امتدادات لمجتمع ما قبل الثورة خاصة في الجزء الاجتماعي. التغيير البارز والمهم اللي عملته الثورة كان في النظام السياسي، شكله الانتقال من نظام جمهوري إلى ملكي، ودي كانت موضة الفترة اللي موجودة دي واللي بدأت من بعد الثورة الفرنسية، وبدأت إن الجمهوريات تبقى موجودة، في نداء للتحرر في العالم بس مش في مصر، في دعم دولي
موجود، يعني بريطانيا بتقع وأمريكا بتطلع وفي حركة جيش أو ضباط. الكلام عن خلافات الثورة كلام تالي وكلام كيدي جدا، لأنه كل التيارات السياسية تقريبا، ولدي تفصيلات في هذا كثيرة والمهتمين لديهم تفصيلات، كانت مشاركة في تنظيم الضباط الأحرار. لما حد دلوقتي مثلا تيار زي الإخوان أو لوفد غيره يطلع يتكلم عن أنه أصل الانقلابات وحصلت كذا، طيب ماذا كان يفعل ضابط الإخوان جوه تنظيم الضباط الأحرار؟ يعني عبد المنعم عروف كان بيعمل إيه؟ أحمد أبو الفتح في الوفد كان بيعمل إيه؟ ما هم شركاء في الترتيب لهذا الانقلاب، في الترتيب لهذه المؤامرة. لما يضيع مفتاح بيتك وتنط من على السور وتدخل، ده ممكن يبقى إجراء وقائي نسميه لحظة الانقلاب. لما تستمر بقى تدخل من على السور طول الوقت، ده كلام خطأ. يعني المفروض تجيب الراجل بيصلح الكوالين وتعمل مفتاح وترجع للحالة الطبيعية عشان نعمل ده. وبالتالي الحساب على اللحظة انه حد قفز على سور بيته او عمل طفاشة ودخل من الباب، ده نتيجة مأزق ما فشلنا في فتح الباب بالمفتاح. القوى السياسية قاعدة تتكلم، أقصى أكبر حزب عندنا كان حزب يتفاوض مع الإنجليز ولا يستطيع أن يفرض الاستقلال، ولما صوته يرتفع شوية ينفوا الزعيم بتاعه. لكن الثورة اللي بالقوة العسكرية الصغيرة دي أو الحلقة استطاعت أن تنجز هذا التغيير أيا كان هذا الشكل. هل تسلم أو لا تسلم؟ رحنا إلى السؤال السياسي. لكن لدينا شركاء لم يكن مختلفين في المبادئ، بالعكس كان محمد نجيب معه، كانوا الإخوان معه وحيوا وقالوا المباركة، والصحف نشرت والعناوين موجودة وجريدة المصري قالت. ثم لما اختلفوا على القسمة، الخلاف هنا كان على السلطة وليس على الثورة، فده راح عمل إذاعة في بيروت، وده راح يتخانق مع كذا، وده يعني بيكمل خناق على السلطة ثم يسميها الآن الثورة. هذا السؤال المغرض في الخلط بين إدارة السياسية وبين الثورات يليق بديكتاتور زي السيسي اللي هو يختار الثورة اللي على مزاجه اللي جابته للسلطة، لكن المواطن ينحاز ليه إلى أصل الثورة دي حلوة والثورة دي وحشة؟ يعني ثورة لو جابت الرئيس بتاعي تبقى كويس، لكن لو ثورة جابت رئيس من الفريق الآخر هتبقى مشكلة. هنا لدينا، وده الأمر اللي أنا متجاوزه من سنوات طويلة، ارتضيت أن أكون جسرا بين المتصارعين بين كل التيارات الموجودة دي، وده بتحمل فيه يعني ألم وخطر ومشاكل كبيرة جدا، لأني لا أستطيع أن أنصر طرفا على طرف، لأنه فيه نقطة ضائعة هي النقطة اللي أنا حريص دائما في كلامي أن احنا نصل إليها، اللي هي نقطة النظر المنهجي للحدث. الثورة كانت ضرورة ثم حدثت أخطاء في إدارتها، ده كلام أرضية يمكن أن نتناقش عليها. لكن أن الثورة لم تكن ضرورة أصلا، عندنا ثلاث فئات مختلفة. الفئة اللي هي عايزة الملكية وأن احنا نستمر زي ما كنا والملك زي الفل، والكلام عن الثورة بالمعنى الشعبي والاجتماعي، أو أن طبقة عاملة تعمل يعني ثورة البروليتاريا كما اختلف الماركسيين مع عبد الناصر، وكلام عن الإخوان والتيارات الإسلامية اللي هي بترى أن الخناقة أنه الجيش ما سلمناش السلطة ورجع هو. يعني الثلاث خلافات دول علينا أن نجد طريقة لحلهم ووضع الأرض، وضع المشكلة على الأرض لكي نتجاوز الخلاف، بدل ما نقعد نتراشق طول الوقت على حدث مر عليه 68 سنة ثم يعيد إنتاج نفسه في كل الأحداث الجديدة التي تحدث. خلينا نروح للأستاذ عمرو عبد الرحمن مرة تانية، لأنه في السنوات الأخيرة بدأ يرتبط اسم جمال عبد الناصر بأنه رمز للفشل، الكوميكس اللي بتعمل عليه حالة أو الجيل الجديد يعني بيتعامل معاه بطريقة كاريكاتورية أكتر منها يعني طريقة نقاش في الأفكار أو غيره. بتشوف الظاهرة دي إزاي وبتدل على إيه؟ لا يعني هو الأجيال الجديدة في مصر، يعني لو هنتكلم بلغة كده يعني بسيطة، هي ملهاش كبير باختصار كده، خصوصا في الحالة اللي خلقتها في ثورة يناير 2011. يعني ثورة يناير 2011 خلقت حالة إن بقى فيه رغبة عميقة جدا عند الأجيال، خصوصا في صفوف المتعلمين من الشباب من أبناء الطبقة المتوسطة، إنهم يعيدوا النظر في كل المسلمات اللي استقبلوها من أجهزة الدعاية بتاعة الدولة. ده في المجمل شيء طيب، شيء إيجابي، يعني شيء إيجابي إن إحنا نبقى عندنا نزوع لعدم تقديس أشخاص، لتحدي الهالة اللي تمثل حوالين أشخاص، ولكن ده شيء، والفهم الموضوعي والنقدي لتاريخنا شيء آخر. مفيش مجتمع بيفهم تاريخه أو بيستقي تاريخه من الميمز والكوميكس، أظن متفقين على كده. وبالتالي هو الأفضل إن احنا نحاول نستثمر في الحالة دي. يعني عندنا شباب دلوقتي ما عندوش استعداد لتقديس شيء، و
وعايز يعرف عايز يفهم. جميل، وانا متفق طبعا مع الاستاذ جمال ان احنا نتجاوز بقى مساله شخصنه الخلافات حوالين حدث مؤسس في تاريخنا زي يوليو 52 ونبقى منطلق للفهم الموضوعي. الفهم الموضوعي بقى يقول لنا كذا حاجه. رقم واحد انه النظام السابق على 52 كان غير قابل للاستمرار، كان نظام متداعي ومنتهي، لم يكن من الممكن اطلاقا ان المؤسسه الملكيه الفاشله ديت تكمل، لم يكن من الممكن اطلاقا ان الطبقه الاجتماعيه اللي حكمت مصر عمليا من ثوره 19 لغايه 52 اللي هي كبار ملاك الاراضي الزراعيه تكمل، سواء في يعني بكافه التعبيرات السياسيه، سواء كان جوه حزب الوفد او جوه باقي احزاب الاقليه، لم يكن من الممكن اصلا ان الاحزاب الموجوده ديت تقدر تكمل وتقود البلد اللي كان تركيبها الديموغرافي والاجتماعي بيتغير بشكل رئيسي، خصوصا في ظرف دولي كمان اختلف جذريا. يعني امبراطوريات بالكامل بتموت زي الامبراطوريه البريطانيه والفرنسيه، وقوى جديده تصعد زي الامبراطوريه الامريكيه زي الاتحاد السوفيتي، زي ان يبقى على حدودك بلد زي اسرائيل تقتضي وجود جيش قوي مش ممكن يبقى منظم، وعلى يعني ارضك 80,000 جندي انجليزي. لا اصل اقول ان هذا النظام كان منتهي تماما ومتداعي، وبالتالي لما نلاقي كلام ان والله مصر وقت الملكيه كانت احسن والمش عارف الجنيه كان بكام دولار وما اعرفش ايه، ده كلام يعني مضحك في الحقيقه وما يصحش ان احنا نتعامل اصلا معاه بجديه. يعني الدرس الثاني انه الضروره الاساسيه اللي كانت تبلورت في مصر من بعد الحرب العالميه الثانيه زي ما قلت انه ينشا نظام جديد يعبر عن هذا الواقع الجديد، والنظام الجديد اللي يعبر عن هذا الواقع الجديد كان يجب ان يكون جمهوريه ديمقراطيه اجتماعيه. جمهوريه خلاص ما فيش مجال في العالم للملكيات الكوميديه زي اللي كانت موجوده عندنا في المنطقه العربيه او في ايران او غيره، وهي ديمقراطيه بمعنى انها بتفتح الحق في ليه بقى ده ما حصلش؟ ده لسه اللي المفروض يدور فيه النقاش بقى، لانه وجهه نظري اللي انا كنت بقوله حضرتك في المداخله الاولى، لانه الجيش اصلا تدخل علشان يحتكم السلطه لنفسه وينقذ مجمل البناء الاجتماعي بتصفيه النظام كونه كهدف في حد ذاته. يعني ده اللي ادى بعد كده للمقال ده، وانا مضطر اختم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو عبد الرحمن المحاضر في القانون والعضو المؤسس بحزب العيش والحريه، شكرا جزيلا ايضا للاستاذ جمال الجمل الكاتب الصحفي، والشكر دائما لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. نهايه حلقه اليوم من بتوقيت مصر، غدا باذن الله حلقه جديده، دمتم بخير.